الحمد لله على هذا الانجاز، يعني بفضل تضافر جمهور جميع مكونات فريق الجيش الملكي، لا من جماهير لا من لاعبين لا من اداره، يعني الحمد لله وصلنا المبتغى اللي كنا حاطينه قدام عينينا من الاول ديال لا سيزون. نتمنى من الله عز وجل الانجاز هذا يكون زعما نوقفوا عنده، حاولوا نبنيو عليه ونزيدوا القدام ان شاء الله باش نخليو فريق الجيش الملكي في البلاصه اللي كيستحق ان شاء الله. نشكر الجمهور بزاف، يعني كان هو الداعم الاول لنا من بدايه السنه. جمهور فريق الجيش الملكي معروف، يعني فين ما كنا كنحتاجوه كنلقاوه، ما عليا الا نقول لهم شكرا، وشكرا بزاف وهاد الفرحه اللي هما فرحانين كيستحقوها ويستحقوا اكثر. الصراحه ما يكون غير احسن بالفرحه، يعني كتعرف هاد الانجاز اللي كان غايب لسنوات طويله على الفرقه. الحمد لله فرحنا الجماهير العريقه ديال الجيش، فرحنا احنا كاملين بهذا الانجاز، حيت فاش كتشوف الثمره ديال المجهود ديالك ديال عام كامل اللي ما كانش بالسهل، يعني داز هذا العام مع البريسيون مع النتائج اللي مره ما كانتش مزيانه، مي الحمد لله تخطينا هذه الصعوبات وتوجنا بهذا اللقب اللي كان غائب على خزينه النادي، وان شاء الله يعني غادي يكون كاين الاستمراريه في التتويج ونفكر ان شاء الله في العام المقبل. صراحه احساس بحال واحد من الجمهور، يعني ذاك الاحساس ديال الستريس ديال الرهبه ديال، يعني مخلط بين الفرحه والخيبه ان شاء الله، الحمد لله يعني ذاك الاحساس توجنا في الاخر بالفرحه العارمه.